حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا زكرياء بن اسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب